لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك فوجدك لما امتحنك به صابرة. يا ليتنا يا ليتنا سيدتي كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. تجرعت من غصص الزمان ما جاوز الحد من البيان، وما أصابها من المصاب مفتاح بابه حديث الباب. أتضرم النار بباب دارها من هوان الدنيا على الله؟ أتضرم النار بباب دارها وآية النور على منارها؟ ما أجهل القوم بأن النار لا تطفئ نور الله جل وعلا. ما اكتسبوا بالنار غير العاري ومن ورائهم عذاب النار، لكن كسر الضلع ليس ينجبر، لا والله، لكن كسر الضلع ليس ينجبر إلا بصمصام عزيز مقتدر. إذ رض تلك الأضلع الزكية رزية ما مثلها، رزية. يا سادة سامحوني على هذا البيت ومن نبوع الدم من ثدييها. صاحب كتاب الجواهر يأتي إلى السيد الأصفهاني، قل له يا سيد اعطني ثواب هذه القصيدة وخذ ثواب أنت كتاب الجواهر. شيخنا كتاب الجواهر كتاب ثمين لا يستغني عنه فقيه، هذه قصيدة أرجوزة ممكن أي شاعر ينظمها. قال لا يا سيد، رأيتك في عالم الرؤيا تقرأ هذه القصيدة في محضر رسول الله ومحضر أمير المؤمنين، وكان رسول الله واضعا رأسه بين ركبتيه، إلى أن بلغت إلى هذا البيت ومن نبوع الدم من ثدييها يعرف عظم ما جرى عليها. رفع رسول الله رأسه قال يا بني لقد قطعت أنياط قلبي، ومن نبوع الدم من ثدييها يعرف عظم ما جرى عليها. فالباب والجدار والدماء شهود صدق ما به خفاء، لقد جنى الجاني على جنينها.
فاندكت الجبال من حنينها. هذا البيت خطير ومؤلم، وجاوزوا الحد بلطم الخد. شلت يد الطغيان والتعدي، ماذا حدث لعين الزهراء؟ فاحمرت العين، فاحمرت العين، وعين المعرفة تذرف بالدمع على تلك الصفة. يا أبا يا أبا أمر على عبد ضربني، ضربني ومن ضربته للقاع ذبني، وما لان قلبه ولا رحمني، من الناس ما واحد حشمني، اي والله من الناس ما واحد، اي حشمني. صاحب الزمان أنت المعزى في هذه المصيبة، سيدي عجلوا خل الرواية مشهرة، وصل بالعدوان من فوق شجرة، وصيح ظل عمي الزهرة شكسرة. ولكن الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي، فدونكموها مخطولة مرحولة، تلقاك يوم حشرك فلنعم الحكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة. هناك بعض الإشكالات التي تثار حول حقوق الزهراء سلام الله عليها ومظلوميتها، نستعرضها تباعا ونجيب عليها بشكل مختصر. الإشكال الأول يقول: أنكم تدعون على الخليفة الأول أنه تقول على رسول الله صلى الله عليه وآله حديثا فقال في معرض رده على دعوى فاطمة: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وما تركناه فهو صدقة. أو في حديث آخر، أو في رواية منطوقة آخر: وما تركناه فهو لولي الأمر. مع أن هذا الحديث الذي تدعون أنه كذب به على رسول الله مضمونه موجود في رواياتكم، فالرواية المروية عن الإمام الباقر سلام الله عليه عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله يقول فيها: العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهما، وإنما أورثوا علما من علومهم، فمن أصاب منه شيئا فقد أصاب حظا وافرا. وهذه الرواية لديكم لها طريقان: طريق صحيح وآخر معتبر، وقد استشهد بها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في بحثه عن ولاية الفقيه، وأثبت ولاية الفقيه من خلال هذه الرواية. فأنتم تقولون بصحتها، وهي تقول أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وهذا عين ما قاله وادعاه كما تقولون، حيث قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث. فما الجواب على هذه الإشكالية؟ نقول: لاحظ ودقق في حديث الخليفة يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث. فهو ينفي أصل التوريث، ينفي أصل التوريث، يعني لا يمكن أن يورثوا لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل، بل يحرم عليهم أن يورثوا. بينما رواية الإمام الباقر لا تقول هكذا،
تقول أن العلماء ورثة الأنبياء وأن الأنبياء لم يورثوا. فرق بين لا ولم. لم يورثوا دينارا ولا درهما، لم يورثوا، ما تفيد النفي لأصل التوريث، وإنما قد تثبت لنا أنهم سابقا لم يورثوا، لكن حاضرا قد يورثوا أو لا، مستقبلا يورثوا أم لا، هذا مسكوت عنه. أضف إلى ذلك لم يورثوا دينارا ولا درهما، معناته أنه أكو أشياء قابلة للتوريث، لو كان عنده بيت، لو كان عنده بستان، لو كان عنده جواري وإماء، ممكن أن يورث لو لا. فلو فرضنا أنه أفي نفي النفي لخصوص الدرهم والدينار وليس لخصوص ولعموم كل ما يورث، هذا جواب مبسط وسهل وسلس. الإشكالية الثانية، يقول هم في خطبة الزهراء، خلينا كله في إطار خطبة الزهراء، أنتم تقولون أن الزهراء سلام الله عليها استدلت على حقها بمجموعة آيات من القرآن، ومنها فيما يتعلق بزكريا: فهب لي وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. شنو الإشكالات؟ قال الإشكال الأول، نحن نقول بأن الوراثة هنا لمقام النبوة وليس لوراثة المال. ليرث يرثني يرث ماذا؟ مقام النبوة، يرث العلم وليس للمال. احنا نريد نثبت العكس، بأنه لوراثة المال وليس لمقام النبوة. واحد. اثنين، أن كيف يليق بزكريا أن يتوجه في الدعاء ويجتهد فقط يا ربي عطني ولد حتى يرث مالي؟ شنو الميزة هذه؟ فالأولى أن يطلب من الله أن يرثه ولدا ليرث مقامه، ليرث منصبه، ليرث النبوة. بعد ثالثا، أن زكريا كان نجارا فقيرا، فمن أين له المال حتى يطلب من الله أن يعطيه ولدا ليرث ماله؟ نجاوب على هالإشكاليات واحد بعد واحد. أولا، إذا أردنا أن نعرف طبيعة طلب زكريا، مو نقرأ الآية من هنا، نذهب إلى الآية من بدايتها اللي ما ذكرت في خطبة الزهراء: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. هنا يظهر الدافع والسبب في هذا الدعاء والطلب، يقول أنا خايف من موالية. موالية يعني شنو؟ ورثتي. هذول الورثة إذا ما كان موجود الولد رايح ينتقل إلى الطبقة الثانية، وهم الإخوة، نعم، والأخوات. إن لم يكن هذا الموجود رايح ينتقل إلى الأعمام والأخوال، إذا ما رايح موجود رايح ينتقل إلى أولاد الأعمام وهؤلاء أنا لا أستأمنهم على صرف تركتي، ذولا منحرفين، ذولا مو على الجادة. فهنا يا رب اعطني ولدا ليرث مالي ويصرفه في وجوه الخير واجعله ربي رضيا. ونقول لو كان الطلب لأن يكون الولي نبيا فلا حاجة لأن يقول واجعله ربي رضيا، يصير قيد زائد. لماذا قيد زائد؟ لأن كل نبي رضي. لكن إذا كان الطلب يتجه لأن يكون وارثا لماله فلا بد أن يكون مرضيا ورضيا في ما يصرفه من المال وغيره. هذا واحد. ثانيا، تقولون أن زكريا كان نجارا فقيرا، يعني نستطيع أن نستخلص من هذا المعنى قاعدة تقول كل نجار فقير؟ يصير هالشكل؟ مو لازم. إذا عنده ورشة نجارة وشغلة تمام، خلي يسوي لنا منبر وكراسي مال الماتم، ها، ويصير بعد الكستمر يركض وراه.
يصير فرصته إلى الغنى أكثر من غيره. فلا ملازمة بين الفقر وبين النجارة. ثانيا، نحن نفرق بين كون الأنبياء فقراء أو أنهم زهاد. الأنبياء لو شاءوا أن يملكوا خزائن الأرض فهي تحت تصرفهم، مو فقراء. الأنبياء زهدوا الحياة، حالة التقشف اللي تشوفها بأمير المؤمنين، ولو شئت لاهتديت الطريق. وهكذا شأن الأنبياء لو أرادوا أن يكونوا أغنياء. الفرق بين الزاهد وبين الفقير ماذا؟ الفقير لا قدرة له على تحصيل المال، بينما الزاهد في وسعه أن ينال من المال ما يريد، ولكنه يتعب ويزهد فيه. لاحظوا الفارق وين إذن؟ فإذا ثبت لدينا أن زكريا يطلب من الله أن يعطيه ولدا ليرث ماله، لأن مقام النبوة منصب إلهي، وهذا المنصب لا يورث، وإنما يتم بالجعل والاجتباء والاصطفاء من قبل الله. إني جاعلك للناس إماما. إن الله اصطفى آدم ونوحا، لأن ما عندنا هم قاعدة تقول إذا كان الأب نبيا لا بد أن يكون ابنه نبيا. يمكن حسب الواقع الموجود ذرية بعضها من بعض، لكن مو بالضرورة أنه إذا كان الأب نبي يصير الابن نبي. في يوسف الصديق نبي لو لا؟ النبوة استمرت من خلال أولاد يوسف، أو انتقلت إلى أبناء أخيه. انتقلت إلى أبناء أخيه، أولاد يوسف مو أنبياء. فإذا مقام النبوة يتم بالجعل والاصطفاء والاختيار من قبل الله عز وجل، ولا علاقة له بكون الأب نبي ويصير الابن نبي. هذه الإشكالية الثانية. الإشكالية الثالثة، يقول في سليمان: أنتم تقولون أن الزهراء نعم استشهدت بآية سليمان وورث سليمان داود. هم نفس الإشكالية، أحرى أن يرث مقام أبيه من النبوة. بعد قال الإشكال الثاني أنه الله عز وجل في معرض ذكر ما خص به وميز به سليمان، فهل مما خصه به وميزه به أن يرث أباه، أن يرث مال أبيه؟ وكل واحد يموت أبوه يرث ماله، فشنو الخصوصية بعد هنا لسليمان؟ كل واحد في الدنيا من أن قامت الدنيا إلى يوم القيامة، واحد يموت أبوه هو يرثه، فلا خصوصية لسليمان، فلا بد أن تكون الوراثة إلى مقام النبوة. أضف إلى ذلك أن لسليمان إخوة، فإذا قال وورث سليمان مال أبيه داود، فمعناته أنه حرم إخوته اللي هم أبناء داود، حرمهم من التركة من الإرث. بعد ولداود 300 جارية، فأين هم من إرث داود؟ إذا قال وورث سليمان داود يعني الثاني ورث ما له، فقد حرم هذا العدد من النساء. قلنا أولا في معرض الجواب، أولا مقام النبوة يتم بالجعل لا بالتوريث، فرغنا. نجي بعدين ونقول تقولون أن لسليمان إخوة، خل القرآن ما ذاكر أن لسليمان إخوة، اقرأ القرآن كله، لا في إشارة لا من بعيد ولا من قريب أن لسليمان إخوة. عندك قائمة أسماء، أنت جيب لنا روايات تقول أن لسليمان إخوة، وعلى فرض أنهم إخوته وموجودين، فذكر الشيء لا يستلزم ما عداه. أنا لما أقول زيد كريم شجاع، يعني البقية بخل وجبنا؟ أبدا، ما جاي على طاريهم. أنا أثبتت الكرم والشجاعة لزيد، مو معنى البقية على خلافه، قد يكون له نظراء كثيرون يشتركون معه، لكني أشرت إليه.
هذا لا يعني أني حرمت البقية من هذا الحكم. عندما يقول الله عز وجل وورث سليمان داود لا يعني أنه حرم البقية من إخوته ومن ماله. فليش إذن يذكرهم؟ يذكرهم لأن مثلك وأمثالك بعدين بيجون يحرمون أبناء الأنبياء من أن يرثوا آباءهم. فصار الله عز وجل نعم يذكر حتى هالبديهيات وإن لم تكن خصوصية. وبالفعل الزهراء بعدين تأتي وتخاطب الخليفة الأول: أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي أم خصكم الله بآية؟ ها؟ لحظة، عين ما يريده القرآن، عين ما يريده الله جاء على لسان الزهراء: أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي أم خصكم الله بآية أخرج أبي منها. فصار ذكره هذا لحكمة. لما تقول أنه 300 جارية كانت لسلل داود، يبدو أنك ضعيف في الفقه وما عندك اطلاع واستيعاب لمطالب الفقه، فأنت لا تفرق بين حكم الزوجة وحكم الجارية. الجارية مال يملك وله حق التصرف فيه، يروح يبيعه، يروح يهب لآخر، قابل لأن يتحول من ملكية إلى ملكية أخرى. الزوجة يجوز بيعها. الجارية لها حكم خاص، صحيح أنه هي مباحة له وحلال عليه، ولو ذهب إلى سوق الرقيق واشترى جارية ما يحتاج يعقد عليها عقد زواج، لأن الزواج لأن حلية المرأة للرجل على ثلاث: إما بعقد دائم أو بعقد منقطع أو بملك يمين. وراح اشتراها، دخلت في ملكه، جاز له أن ينكحها، وإذا جابت ولد ولد. ولذلك يجوز له أن يبيعها. نعم إذا أنجبت له ولدا يقولون تشبثت بالحرية، وإذا تشبثت بالحرية صارت أم ولد، لا يجوز أن تباع إلا أن يضيق دينه عنها. رجال مديون، وإذا ما يبيعها الجارية أم الولد نعم لا يستطيع أن يؤدي دينه. هنا الفقهاء قالوا يجوز بيعها وإن كانت متشبثة بالحرية. الزوجة بعد يجوز بيعها لو ضاقت ديونه؟ ماكو هالحكي هذا. فإذا حكم الجارية ليس حكم الزوجة، بل أن الجارية مال ينتقل إلى ملكية الوارث. فشلون تقول بعد 300 جارية؟ احنا أصلا حتى هالعدد نشكك فيه. الحسن قالوا طلق 300 زوجة، داود قال 300 زوجة، قاعد ما عنده لا شغل ولا مشغلة، بس كل يوم داخل على واحدة. عجيب يعني، غريب، حتى هالرقم هذا مشبوه. ولو فرضنا أن له مليون جارية فلا علاقة لهن بالإرث. الزوجة نعم. وعندما يقول سليمان ورث مال أبيه لا يعني أنه حرم البقية من الورثة. هذه إشكالية وجاوبنا عليها. بعد يبقى الإشكالية الخامسة، وهي: أنتم في الكتب الأربعة الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه، وفي كتاب الإرث عندكم عنوان المرأة لا ترث من العقار، فأنتم تحرمونها. ذول السذج المساكين بعض الأحيان يدور هالشكل، يدور مال أغبياء يعني، يشوف له بس عنوان يقول هذا هو صدناهم، ويروح يسجل له إشكال. تتعب حالك شوية وقرأ الروايات الموجودة في نفس الباب، اعرف أن المرأة التي لا ترث من العقار من هي؟ الزوجة أو الأم أو البنت أو الأخت، هذه كلها مرأة. ولكننا في رواياتنا وما أجمع الفقهاء عليه منذ أيام الأئمة المعصومين إلى آخر رسالة عملية طبعت، أن البنت ترث، الأخت ترث، الزوجة ترث، ولكنها ترث من ثمن العقار ولا ترث من العقار، ثابت. فإذا حتى على ما تقول أنت ما منعناها من الإرث لنص خاص، ما حجبنا الإرث عنها فيما يتعلق
بماذا؟ وراثة العقار، ترث من ثمنه، يعني نقدر نثمن العقار ونعطيها أيضا سهمها من الإرث، فما حجبنا. الإشكال السادس يقول، حيرتمونا، مرة تقولون أنه ما منع عن فاطمة هو إرثها من أبيها، ومرة تقولون أنها حجبت عن نحلتيها فدك والعوال، ومرة تقولون أنه الفيل، ومرة الخمس، ما دارين أنتم شنه التهمة، التهمة اللي موجهة إلى السلطة القائمة آنذاك فيما يتعلق بدعوى فاطمة ماذا؟ نقول خمسة أشياء: فدك، العوالي، الفيء، الخمس، إرثها من أبيها. فدك والعوالي تحت عنوان النحلة والهبة، أما موضوع الإرث يختلف، موضوع الفيء يختلف، موضوع الخمس يختلف. عندما تأتي الزهراء وتقول أفي كتاب الله أن ترث أباك، هي تتحدث عن الإرث، ما تتحدث عن الفيء. الفيء له دليل آخر: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرى، ذاك أمر آخر. في الأرض التي، الفيء يعني نقصد منها شنو؟ الفيء هي الأرض التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، ما أفاء الله، رؤوس الجبال، بطون الأودية، هذه كلها داخلة في الفيء، ايش دخلها بالإرث؟ وموضوع الإرث يختلف عن موضوع الفيء، عن موضوع الخمس، عن موضوع النحلة. يجي ويقول تعال وأنا عندي إشكال حتى على النحلة، لماذا وهب رسول الله صلى الله عليه وآله فدكا والعوالي لفاطمة ولم يهب لأخواتها شيء؟ هذا مو ظلم؟ مو ذاك اليوم جاء هذا رجل قال يا رسول الله أريدك أن تشهد على هبة، قال لمن؟ قال أريد أن أهب واحدا من أولادي كل ما ملكت، أو أعطيت لأخوته شيء؟ قال لا. قال إذن لا تشهدني على جور، وهو يقول ما نهيتكم عن شيء إلا، نعم ما نهيتكم عن شيء إلا إلا وما أمرتكم بشيء إلا وسبقتكم إلى العمل به، وما نهيتكم عن شيء إلا وسبقتكم إلى تركه. والآن يأتي ويهب فاطمة فدك والعوالي وما يعطي أخواتها شيء، هذا مو من الجور الذي نهى عنه؟ نقول فدك والعوالي مرة نقول أنهما نحلة، والنحلة أنحلها رسول الله إلى بنته فاطمة، أعطاها فدك والعوالي، أعطاها فدك والعوالي. نسأل هل لها أخوات من أمها وأبيها، أو أن بقية بنات النبي ربائب؟ ربائب يعني شنو؟ يعني بنات زوجاته من غيره. فإذا كان بهذا العنوان ملزوم بعد يعطيهم؟ ما ملزوم يعطي أحد، هذه بنته، وأكو قرائن تدل بالفعل على هذا المعنى. لما عيرت تلك المرأة خديجة بأنها عجوز أراحك الله منها، قال آمنت بي حين كفر بي الناس، وأعطتني حين منعني الناس، وماذا أيضا؟ ورزقت منها الولد ولم أرزق من غيرها. هذه قرينة على أنه أخوات فاطمة ربائب، ربين في حجر رسول الله فنسبنا إليه، رقية وأم كلثوم وزينب والباقيات، فما ملزوم بعد يعطي ربائب. أو أنه لا، هي نحلة وهن أخوات فاطمة من أبيها وأمها، ولكن صدور قرار تحويل، نعم، فدك والعوالي لفاطمة بإرادة من رسول الله واختياره أو بأمر من الله، إحنا ما رايح إحنا نقول الدليل، نترك هذا المجال لابن أبي الحديد ليقول نعم نزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله
وقال يا رسول الله إن الله يأمرك أن تعطي فدكا لفاطمة. فبأمر من الله خب نور ناقش الله ليش عطيت فاطمة وما عطيت خواتها بعد، هذه خصوصية. فوين ما توجه تقول نحلة راجع لفاطمة، تقول نحلة من الله راجع لفاطمة، في راجع لفاطمة، ها لأنه الفئ لمن؟ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى، فهي راجعة لفاطمة، وإن ما توديها ترجع إلى فاطمة. لكن يا ليش يا إخوة احنا دائما نصير في قفص الاتهام وتعالوا دافعوا. هذا واحد من الإخوة من يومين يقول هالشكل، يعني كأننا احنا نقف على أرض هشة وكل يوم تتوجه إلنا تهمة وتعالوا ثبتوا البراءة. نحن نقف على أرض صلبة، وكل قناعاتنا وكل مفاهيمنا وكل ما نعتقد به نستطيع أن نثبته من كتب المخالفين. واحد من المستبصرين سألوه من الذي شيع؟ قال شيعني البخاري والصحاح، ما احتجت ولا لكتاب شيعي. فليش احنا دائما نقف في قفص الاتهام وعلينا أن نثبت براءتنا وصحة ما نقول؟ خلينا هالمرة نبادر بأن نسوق الاتهام. نحن نقول الخليفة الأول قال لفاطمة إني سمعت من أبيك رسول الله صلى الله عليه وآله يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث، إما وإن تركنا ما تركناه صدقة، أو أن يقول في الرواية الثانية ما تركناه فهو لولي الأمر. بغض النظر عنها نسأل إذا كان صدقة فالصدقة لمن؟ يعني ما تركه رسول الله من المال المنقول وغير المنقول تحول إلى صدقة، الصدقة لمن؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى آخر الأصناف اللي يذكرها القرآن. يعني ما قال إنما الصدقات للأغنياء والنعم والمتنفذين، قال للفقراء. طيب أسأل ما الذي جاء بقبر الشيخين في حجرات رسول الله؟ هل أنها بعد وفاة رسول الله تحولت إلى مقبرة عامة من حق أي واحد أن يدفن بها، أو أنها إما أن تكون لورثته إن كان يورث، أو أنها انتقلت إلى حكم الصدقات وهي للفقراء؟ ولا سمعنا ولا مؤرخ يقول أن واحدا منهما صعد المنبر وقال يا فقراء المسلمين أجيزوني في أن أدفن إلى جوار رسول الله. زين، لو فرضنا أنهما أخذ أن رسول الله يورث وقد أخذ نصيب ابنتيهما، فكم لمجموع النساء التسع حتى يكون للواحدة منهن مقدار قبر؟ لك التسع من الثمن وبالكل تصرفت. هو تسع النساء إلها من مجموع التركة الثمن، والثمن هذا تعال وزعه على شنو؟ على تسع. كم واحدة تحصل يعني؟ ما تحصل لها حتى قبر لطفل يعني. مو تحصل لها بعد ما شاء الله 3 أمتار 4 أمتار. زين، بالنتيجة يعني من وين؟ شرعنوا لوجودهما. إجا واحد واختلق له رواية أريدك أحقحلها وعماها. قال الخليفة الثاني قال لابنه عبد الله بن عمر اذهب إلى أم المؤمنين فلانة وقل لها أن خليفة رسول الله يحب أن يدفن إلى جوار صاحبه، فما الذي تقولي؟ إجا قال لها ذلك، فقالت إني أحب أن أدفن إلى جوار حبيبي رسول الله، ولكن خليفة المسلمين يريد أن يدفن هناك فلا مانع. أحس بأنه أحرجها فقال إذا أنا مت فغسلوني وكفنوني ثم عاودوها، فإن أبت فادفنوني في مقابر المسلمين. رجال يريد يحترز ويحتاط، فبالتالي أنه نعم. إجي نسأل إحنا كيف أجازت، وأجازت في أي مقدار؟
وإذا كانت أجازت فهذا فرع أنها ورثت، وحديث أبيها يقول لا ترث. فأنت جايبة تلحمها وعدمتها، جايبة تصلحها وخربتها من أصل، دخلت نفسك في دهاليز ما تطلع. ولذلك يا إخوة ممكن أن نناقش في بعض التفاصيل في مأساة فاطمة، ونترك هذا طبعا للمؤرخين وأهل الاختصاص، فيثبت له شيء ولا يثبت له شيء آخر، ويتوقف عند شيء ولا يتوقف عند شيء آخر، هذا متروك. لكن فيما يتعلق بهذه الوثيقة الرائعة من خطبة الزهراء لا مجال للتشكيك في أي مفردة من مفرداتها. صمام أمان، صمام أمان بالفعل. لم تترك الزهراء ولا ثغرة واحدة ممكن أن تطعن في هذه الوثيقة. ولذلك اليوم من هي من أهم الوثائق، هي من أهم الوثائق. ليش؟ هذا الأستاذ عبد المنعم صاحب بنور فاطمة اهتديت يقول أنا كنت أذهب إلى ابن عمي في الخرطوم وأقعد وياه وأتناقش وياه، هو مستبصر قبلي، ولكن الرجل كان قوي الحجة، ومع ذلك مشكلة النفس يعني تحتاج هالقرارات إلى إرادة قوية. فيقول ما كنت يعني أميل إلى التشيع، ولكن ذاك اليوم سبقته إلى مكتبته، جهاز المسجل موجود والكاسيت موجود، ما علي إلا أن أضغط على الزر، وإذا بصوت خطيب يقرأ خطبة الزهراء سلام الله عليها. أعرت مسامعي إليها إذ جرت من الزمان والمكان، صورت نفسي أنا الآن في مسجد رسول الله وبين المهاجرين والأنصار، وأنا أسمع كلمات نورانية من فم الزهراء. وإذا الله هادي إنسان وموفق إنسان، بعد هذه الكلمات النورانية تشق طريقها من المسمع إلى قلبه مباشرة. يقول لحظات وأنا في تلك هذا الجو الخاص وإذا بدموعي تجري على عيني. صحيح بنت رسول الله وضمت إلى هذه الدرجة، تستشهد بالقرآن، تقيم عليهم الحجة وهم يعاندون ويصرون. لحظة وإذا بموجة عارمة من البكاء تنتابني إلى درجة أني كنت أبكي بشدة. لحظات وإذا حس ابن عمي يدخل إلى المكتبة، نعم تظاهرت أنه لا شيء، تماسكت، الصوت يمضي بخطبة الزهراء سلام الله عليها، تجلدت، ما أريد أنفجر مرة أخرى أمامه حتى لا ينفضح أمري، تماسكت، لكن جاءت موجة أخرى من البكاء وإذا بي أبكي بصوت عالي. يقول عندها بعد قررت أن أنتقل إلى مذهب أهل البيت بلا تردد ببركات نورانية كلمات فاطمة. ولذلك نقول يا فضائيات بلا تهريج زايد، إحنا ما نحتاج أن نتكلف، والله ما نحتاج أن نتكلف، صوتك يعبر القارات، دولة ما سامعين ما شايفين، عميت عليهم الحقائق، حجبت عنهم، أنت مجرد مقتل الحسين، نعم تذيع على الإذاعات والفضائيات كافي. ها فاطمة وخطبتها كافي، لأن هذه أمور حقائق ما وصلت إليهم والآن تصل. ما نحتاج أن نزايد في أهل البيت ولا أن نفتعل ولا أن نتصنع، بس إلقي الخطبة على عواهنها وشوف النتائج. هذه وثيقة تركتها الزهراء سلام الله عليها. اليوم يا مؤمنين أيضا تترك فاطمة وثيقة أخرى، أريدك حاضر وياي، تجرد من المكان والزمان وروح على المدينة الآن في دار علي بن أبي طالب، هناك فاجعة، هناك ألم. تقول له يا علي ولا تدع أحدا من هؤلاء الذين ظلموني أن يحضروا جنازتي. ليش يا فاطمة؟ حتى يبقى السؤال مطروح عبر الأجيال، ولأي الأمور تدفن ليلا؟ بضعة المصطفى ويعفى ثراها،
نكرة؟ ما لها قيمة؟ ليش إلى الآن يا سيد إذا ذهبنا مع الحجاج والمعتمرين نقول لهم تارة أن قبر فاطمة في الروضة، ومر في البقيع، ومر في أوله، ومر في آخره، ليش إلى الآن؟ والد السيد المرعشي، وأنا أطلت عليك، والد السيد المرعشي النجفي يقول أنا رحت على قبر النبي صلى الله عليه وآله أول مرة أروح على الحج، وما أدري أوفق للمجيء مرة أخرى أو لا. وقفت على القبر، قلت له جداه أنا عندي طلب. شنو هذا الطلب؟ أنا أريد أقف على قبر أمي فاطمة، ما أريد أي قبر، أوفق للقبر الحقيقي. يقول ذهبت إلى السكن وأنا أبكي في الليل، وإذا في عالم الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لي يا بني معذرة إلى الله وإليك، فإن الله أبى إلا أن يكون قبر جدتك فاطمة من أسراره، ما حد يكشف عن هذا القبر. الله يا فاطمة، في مثل هذا اليوم طريحة الفراش. أنا كنت البارحة أقرأ رواية أول مرة أشوفها، نعم هاي الرواية الزهراء بعد 75 يوم تقول لأسماء بنت عميس، قلها لقد نحل بدني وبدت عظامي. الله يا فاطمة، 75 يوم ألم، حرمان، أضلاع مهشمة، خد مسطور. الزهراء، أنا أريد أبكيك بهاي الكلمة. يوم اللي أتذكر العام الماضي قرأت مجلس في محضر السيد جواد الوداعي، وقلت أن الزهراء في مسجد أبيها أنت أن أجهش القوم لها بالبكاء والنحيب. لما نزلت قال لي يا أبو علي تدري أنت إيش قالت؟ لما أدري والله، الرواية علم إطلاقها هكذا. يقول أنا سمعتها من ملا أحمد بن رمل، بن رمل هذا الخطيب المشهور، يقول لما وضعت يدها على ضلعها أنت أن ونادت آه ضلعي. واليوم تقول لي أسماء، يا أسماء بدت عظامي، انتحل بدني، أريدني مستورة، ما أريد أحد يتعرف على هذا. قالت لها سيدتي لما كنت في الحبشة كانوا يصنعون نعشا سريرا يغطون به، يعني قبة، هذا أول نعش اتخذ في الإسلام. الله يا زهرة، ما تريد أحد يشوفها نحيلة. أنا أريد أقول آخر، تريد تخفي شيء آخر أيضا اكتشفته أسماء عندما كانت تعينه على الغسل. يقول نعم، تقول كنت ساعده وآتيه بالماء. يقول لحظات بينما هو يغسل فاطمة وإذا به تنحى إلى زاوية الحجرة وجلس، ضلع وضع رأسه بين ركبتيه وعشر أنامله إلى رأسه، وصار ينشج، يعني يبكي بصوت مرتفع. قلت له يا علي توصوننا بالصبر، تجزعون عند المصيبة؟ قال يا أسماء لقد هوت يدي بين ضلعين. ساعد الله قلبك يا أمير المؤمنين. الشيعة شيعتكم يبكون الشكل، إش حالك أنت عند فاطمة وهي تأن أنينا يقطع القلوب؟ يقلها إش زايد عليك اليوم يا زهرات الوجي، بطلي ونينك ذاب قلبي لا تونين، يم الحسن بطل الونين وجاوبيني، شوفي أولادك بالبواكي مذوبيني. نادت يا حيدر فرقوا بينك وبيني، وداعت الله مسافرة عنك يا أبو حسين، من هالمرض ما شوف يا حيدر سلامة،
زوج عقب عيني يا ابو حسين بامام، وبس الله الله بعد عيني بهاليتامى، سكن خواطرهم ونشف دمعة العين، واجمع اصحابك بعد موتي وجهزوني، واخر الجنازة بليل خفية وادفنوني، وهل اكسروا ضلعي وبالباب عصراني، لا يحضرون جنازتي يا مشيد الدين. عظم الله أجوركم ودعها وخرج إلى المسجد وأخذ معه حسن وحسين. قالت يا أسماء آتيني بالماء، تقول آتيتها بالماء فاغتسلت وتطيبت وتجلست على مصلاها، ثم قالت يا أسماء اخرجي عني واجلسي خلف الباب، فإن خفي صوتي ناديني وإلا فاعلمي أني فارقت الدنيا. تقول أسماء جلست خلف الباب ولا زلت أسمع إلى صوتها وهي تتلو آيات من القرآن، ما هي إلا ساعة وإذا به يا خفي علي صوتها. دخلت إليها وإذا بها ممددة على فراشها وقد غطت وجهها بالرداء، ناديتها يا بنت رسول الله فما أجابتني، ناديتها ثانية يا بنت من صلى بملائكة السماء فما أجابتني. رفعت الرداء عن وجهها وإذا بها فارقت الدنيا. ألم مناد وفاطمة بكيت مهما ساعدتني العبرة، خرجت أغلقت الباب من خلفي بينما أنا كذلك وإذا بحسن وحسين قد أقبلا. تقدم الحسين، أسماء ما حال أمنا هذا اليوم؟ قلت يا سيدي إنها نائمة، فقال يا أسماء دعينا نسلم على أمنا فاطمة فقد اشتقنا إليها. قلت يا بني دعها دعها ترتاح فإنها نائمة. قال يا أسماء ما الذي تقولين؟ إن أمنا إذا رأتنا ترتاح روحها وتلتام جروحها. تقول فلم أجد بدا من إدخالهما عليا، دخل الحسن جلس عند رأسها والحسين عند قدميها، ناداها الحسن أما فاطمة كلميني، أمّا يا حبيبة قلبا جاوبيني. ما سمع لها جوابا، كشف الرداء وإذا بها فارقت الحياة. نادى أخي حسين عظم الله لك الأجر في الوالدة فلقد فارقت الدنيا. وخرجا إلى المسجد يبكيان، لما رآهما الناس قالوا يا ابني رسول الله ما الذي يبكيكما؟ أو أنكما تذكرتما جدكما فبكيتما؟ قالا لا لا، إن أمنا فاطمة مات. كان علي في المسجد يتطلع إلى النبأ، لما سمع الخبر خر على الأرض كالخشبة اليابسة. ماجور إن شاء الله، الله يرحم هاي العبرات على حساب الزهراء. نعم، قام أمير المؤمنين أخذ بحسن وحسين، جاء بهما إلى داره وإذا بها ممددة على فراشها، جلس عند رأسها يا
لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي دون الفراق قليل وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على ألا يدوم خليل بعد عدنا وحدة مكسورة الخاطر هذا اليوم زينب. الرواية تقول هكذا لما غسلها وضعها على سريرها نادى بني حسن بني حسين زينب أم كلثوم هلموا لوداع الوالدة. يقول جلس الحسين على يمينها والحسين عند شمالها وزينب عند صدرها. يقول سمعت حسينا يقول أمّا يا حبيبة قلبا جاوبيني أمّا بحق جدي رسول الله كلميني. يقول والعيش الذي عشته مع رسول الله سمعت فاطمة حنت وأنت وأخرجت يديها من الكفن وضمت حسنا وحسين إلى صدرها وإذا بمناد من السماء ينادي يا علي نحهما عن أمهما فلقد أبكى يا ملائكة السماء. بيت الدعاء بيت الدعاء. أمير المؤمنين كان يذهب إلى زيارة الزهراء بالليل إذا نامت العيون. ذاك اليوم قاعد عند قبر الزهراء غفت عيناه من التعب وإذا به يرى الزهراء في عالم النوم. تقول له يا أبا الحسن قم وارجع إلى الدار. زينب زينب أريدك تبكي على زينب مثل الليلة الآتية. زينب من حجرة إلى حجرة من مكان إلى مكان تبحث عن أمها فاطمة. ما الذي جرى يا فاطمة؟ قالت يا علي قم وارجع إلى الدار فإن ابنتي زينب قد استيقظت من نومها. رجع علي إلى الدار وإذا بزينب جالسة في صحن الدار تلتفت يمينا وشمالا. أقبلت إليه أبا أين أمي فاطمة؟ قال لها بني تعزي بعزاء الله. نادت يا يما يا يما الدهر من عقبك ولانا يا يما يا 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 يما الدهر صوبنا بسهامة يا يما يا يما الليل كل ما أنام واشوف قبال عيني شخص تشيلو. يعني اليوم زينب وجدت صدر أمير المؤمنين وجدت كف أمير المؤمنين تمسح على رأسها. يعني على الرغم من حزنها ما شعرت بالهضيمة لكن إجاها يوم آخر في ظلام الليل تلتفت يمينا وشمالا. أنا لا والد لي ولا عم ألوم. بالليل تعبت بأبي وأمي وإذا بها ترى فارس يحوم حول الخيام. قالت أيها الفارس إن كنت جئت لسلبنا فقد سلبونا وإن كنت جئت لضربنا فنحن بنات علي وفاطمة. وإذا بدموعه تتحادر على صحن خده. ليش فيك تبكي أيها الفارس؟ نادى أنا أبوك على هذا ليحاكي. أنا أبوك على هذا ليحاكي يا بنتي للحراسة جيتي ليه. نادت أنا منين جتلي كربلا منين لا عباس يبرالي.
وزادت البنت على أمها من دارها تهدى إلهي نسألك وندعوك بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها فرج عنا يا إلهي فرجا عاجلا فاطمة نحن على مائدتك يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله الحج السيد لا زال بعيد عن أهلها واليوم نحن على مائدة الزهراء اترجع لو ما ترجع يجي وتقربه الأعين أو لا إذا فتحنا باب فاطمة وطرقنا الباب وقلنا يا فاطمة اشفعي لنا عند الله نريد هذا السيد على الرغم من الظالمين والحاقدين يعود إلى أهله إلى بلده شوف قاعد هنا ويانا يسمع مصيبة الزهراء إن شاء الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله في قضاء حوائجنا وتيسير أمورنا وشفاء مرضانا وفك قيد أسرانا ومعتقلينا يا الله اللهم أعدنا على أمثال هذه الليالي والأيام في خير وعافية ونصر معجل مؤزر يا ناصر المستضعفين إلى أرواح موتى المؤسسين والحاضرين وإلى أرواح شهدائنا الأبرار والأئمة الأطهار وإلى روح سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء نهدي ثواب الفاتحة قبلها صلوات